السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسعد الله انكم كل خير، معكم محمد بخاري من قناة شركة بروج العقارية. اليوم عرضنا لكم في منطقة بليتلي. طبعاً العرض اللي راح نتكلم عنه هي شقة في الطابق الرابع، مؤثثة بالكامل، جاهزة للسكن فوراً، والطابق فيها جاهز. المنطقة اللي احنا فيها منطقة بليتلي، طبعاً نبعد عن مطار طرابزون ما يقارب خمس دقائق فقط، ونبعد أيضاً عن مول الفورم 8 دقائق فقط. بالإضافة أنه حوالين البناية مخدومة بالماركت وأيضا عندنا مطاعم وكافيهات على بعد ثلاثة دقائق فقط من الموقع اللي احنا موجودين فيه حاليا طبعا أفضل ميزة موجودة في المنطقة أول شيء أنه عندنا إطلالة كاملة على البحر وثاني شيء الغاز الطبيعي واصل للمنطقة فبالتالي الشقة فيها الغاز الطبيعي والجهاز الكومبي اللي هو الرئيسي راكب فيها تفضلوا معنا نشوفها على أرض الواقع وصلنا الان الى مدخل الشقه طبعا مثل ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله عندنا مدخل يعني يعتبر مساحه جيده تقدروا تحطوا المنطقه هذه تقدروا تستخدم فيها دولاب للعبي والاحذيه الشقه رقمها ثمانية مثل ما ذكرت لكم في الطابق الرابع طبعا ممددة لها الغاز الطبيعي مثل ما انتم شايفين طبعا التمديدات هذه اجباريه تكون مكشوفه بحيث اذا صار في تسريب ولا شيء راح تصدر اصوات طبعا عندنا هنا نظام الانتركوم عندنا العداد الرئيسي للشقه منها نتوجه الى الصالة طبعا مساحة الشقة الاجمالية 155 متر مربع ومثل ما ذكرت لكم الشقة مؤثثة بالكامل ومجهزة ايضا بالتكييف طبعا هنا الصالة مساحة جيدة عندنا الكنبات موجودة تسع تقريبا ثمان اشخاص عندنا طاولة الطعام ايضا ماركة ايبك ماركة تركية معروفة وما شاء الله تبارك الله جودتها ممتازة جدا عندنا طاوله الطعام البوفيه الكنبات موجوده ايضا عندنا التلفزيون مع طاوله التلفزيون ايضا متوفره وما ننسى انه التكييف ايضا ماركه ريجل اللي هي تابعه لشركه فيستل التركيه موجوده طبعا التدفئه على الغاز الطبيعي وحدات التدفئه ايضا موجوده هذه الاولى وهذه الثانيه تقدروا تشغلوها ايام الشتاء هنا الاطلاله الاماميه ما شاء الله تبارك الله اطلاله كامله على البحر وايضا نقدر نشوف مدرج المطار بحكم انه المنطقة قريبة من المطار على بعد خمسة دقائق تقريبا والاطلالة سايرة ما شاء الله تبارك الله جميلة جدا على البحر طبعا البنايات الامامية ما بتأثر علينا في الاطلالات لانه الارض مائلة واحنا ارتفاعنا كافي بحيث انه اطلالتنا تكون كاملة على البحر منها نطلع البلكونة البلكونة هذه طبعا مشتركة بين المطبخ وبين الصالة نقدر نشوف معاكم مجهزة بالزجاج المتحرك طبعا الزجاج هذه نظام شرائح نقدر نفتحها بالكامل في أيام الصيف مثلا ونقدر نسكرها بالكامل في أيام الشتاء هنا عندنا وحدة التحكم بالغاز الطبيعي اللي هو جهاز الكومبي مرتبط بتدفئة الشقة وتسخين الماء وأيضا غاز الطبخ على جهاز واحد وهاي المنطقة واصل لها الغاز الطبيعي هذه من أهم النقاط اللي موجودة في الشقة تفضلوا شوفوا معنا الإطلالة ما شاء الله تبارك الله إطلالة جميلة جدا على البحر إطلالة كاملة على البحر في منطقة بيليكلي طبعا منها راح نتوجه إلى المطبخ تقدروا تشوفوا معنا المطبخ جهاز التدفئة أيضا موجود في المطبخ مثل ما انتم شايفين عندنا طاولة طعام تكفي تقريبا خمس أشخاص وعندنا هنا إطلالة جانبية أيضا من المطبخ نقدر نشوف البحر بإطلالة جزئية ما ننسى إنه أدوات المطبخ أيضا متكاملة عندنا هنا طقم الفرن طبعا ممدد لها الغاز الطبيعي الدواليب راكبة جاهزة ما شاء الله تبارك الله يعني نقدر نقول جودة ممتازة وأيضا هنا عندنا اللي هو الثلاجة موجودة أيضا اتفضلوا معنا نرجع ثاني مرة نطلع للممر الرئيسي أو الموزع للشقة اللي دخلنا منها طبعا ثلاثة غرف صالة مساحة 155 متر هنا عندنا الغرفة الأولى الغرفة ما شاء الله تبارك الله مساحتها جيدة جدا مثل ما انتم شايفين المساحة الشاسعة هذه اللي موجودة مع وجود سريرين بالإضافة إلى كوميدينا موجودة أيضا وعندنا الدولاب أيضا موجود وما شاء الله تبارك الله برضو عندنا مساحة شرحة موجودة نقدر نمشي فيها بأريحية طبعا عندنا ثلاث دورات مياه هذه دورة المياه الأولى تقدروا تشوفوها معايا نظام الأفرنجي وعندنا الشطافات أيضا متوفرة هذا الممر عندنا جهاز تدفئة أيضا موجود في الممر وهنا عندنا دورة المياه الرئيسية تقدروا تشوفوها معنا طبعا عندنا المروش عندنا الكلوزيت اللي هو الافرنجي بالاضافه الى الغساله ايضا موجوده فبالتالي سايرة متكامله وهذه دور التنميه الرئيسيه اللي تخدم الغرفتين الخارجيه نشوف الغرفه رقم اثنين ايضا ما شاء الله تبارك الله فيها مساحه جيده جدا بالاضافه انه عندنا سريرين زائد كوميدينا وزائد دولاب يخدم الغرفه ما ننسى ان الغرفه هذه ايضا مجهزه بالتكييف فبالتالي الشقه فيها ثلاثه مكيفات غرفتين بالاضافه الى الصاله طبعا نجي هنا غرفه النوم الرئيسيه اول ما ندخل على يمينا مباشره عندنا دوره مياه ايضا تقدروا تشوفوها متكامله المساحه فيها متواضعه لكن يعتبر يعني دوره مياه كاملة مع انه فيها المروش والكلوزيت بالاضافة الى المغسلة وهنا مثل ما انتم شايفين ايضا مؤثثة بالكامل اثاث ايبك ذات جودة عالية عندنا السرير بالاضافة الى كوميدينتين وعندنا الدولاب الكبير هذا ما شاء الله وايضا المدخل او التسريحة وايضا مجهزة بالتكييف ايضا ما ننسى انه المكيفات ماركة ريجل تابعة لشركة فيستا منها عندنا بلكونة خلفية طبعا هذه البلكونه مو مركب عليها الجام لكن باستطاعتكم انكم تركبوا فيها الجام مثل ما انتم شايفين عندنا مساحه جيده ايضا نقدر نستخدم نستخدمها مثل ما نحب نقدر نحط مثلا طاوله تكفي لشخصين وتكون يعني جلسه صغيره خلفيه في البلكونه الخلفيه وعندنا طبعا اطلاله جزئيه ايضا من البلكونه الخلفيه تقدروا تشوفوها معنا اطلاله جزئيه على البحر في نهاية الفيديو نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى أن الشقة نالت على إعجابكم. في نهاية المقطع نحب أنه الفيديو نال على إعجابكم ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. والأسعار والتفاصيل زي ما عودناكم دائما موجودة أسفل الفيديو في صندوق الوصف. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.